بعد صرف المليارات على التشجير، الإهمال يتسبب بهلاك شجيرات الواشنطنيو في البصرة. الجزرات الوسطية في شوارع المدينة تحولت إلى مقبرة لهذا النوع من الأشجار بعد أن تركتها الجهات المتخصصة بلا ماء ولا رعاية لعدة شهور بحسب مواطنين. من شتلوهن أخذ لهن مدة قامن خضرن، من تركوهن من الماي جفن جفن، بعد ما يبسن يبس يصير رماد. شلون النار محترق هسه النخلة هاي فلوس ايش كثر عمال ذبوا عليها، يجد انكر مره وطفر ليش شويه وطفر، بعد ما شفت هسه ما ارى شلون هاي شهر انا ما شايف دنكر، لان السايدين اول مره بلطوهن ورصفه وسووا الحدائق مالتهن ولناره ورجعوا النوب ورشوهن فتره وبعد ما حد اجى لا راقبوهن لا سقوهن، يعني للاسف يعني المليارات هاي سحقت راحت تهت. ومع انها من الاشجار الاستوائيه التي تتحمل درجات حراره مقاربه لاجواء البصره، الا ان مئات منها قد هلكت بسبب الاهمال وعدم الرقابه على الجهات المنفذه لهكذا مشاريع. الاهمال هواي، اكو مثل من العاملين، اكو من المسؤول هنا، منو المسؤول على الزرع؟ المسؤول على الزرع لازم يتابع ويراقب هاي المشكله، يعني المشكله مثل ما يقول يعني هنا سعدنا هذا الزرع، مثل هذا الزرع حرامات، هاي مليارات راحت انصرفت، يعني اقل شيء 3 مليارات 4 مليارات على هذا البكان. وبينما تعتزم الحكومه المحليه تنفيذ عده مشاريع لزياده المساحات الخضراء، ينتقد مواطنون ضعف الرقابه والمتابعه للمشاريع المنفذه مسبقا والتي اهدرت فيها مليارات الدنانير. أثير العبادي، وان نيوز، البصره.